أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول فيه سائله: هل المسح يكون على الخف الأعلى أم الخف الأسفل إذا كان الإنسان يلبس خفين أو يلبس شرابا وعليه بسطار؟ إذا لبس خفا على خف فهذا فيه تفصيل. إن كان استعمل الخف الأول بأن مسح عليه ثم لبس الخف الثاني بعدما ابتدأ المسح على الخف الأول فإن الحكم يتعلق بالأول ويتم المسح على الأول. وأما إذا لبس الثاني قبل أن يبدأ المسح لم يمسح على الأول ولبس الثاني فإن الحكم يكون للفوقاني فيمسح على الفوقاني، فالعبرة بما بدأ المسح عليه منهما. نعم.